دلوقتي خلينا نتفق بقى من البداية كده، نقول كلام مهم جدا. أنا وإنت بيجمعنا إيه؟ إنت ما شاء الله يعني فنان موسيقار، الناس كلها بتقول هشام خرمة ده هيكون عمر خيرت القادم، ربنا يخليك. واختاروك ما شاء الله معيني تمثل مصر في مسابقة أو في مشروع موسيقي عالمي. ده إنت. أنا عندي رسالة، وعندي رسالة. انت سمعت الانترو بنتكلم عن الاخلاق ومشروع مطول مش اخلاقه بس، ازاي نجدد رؤيتنا لايماننا ولحياتنا. انا محتاج انا وانت نحط ايدينا في ايدين بعض، يا ريت، لان انت بتكلم شباب وبتكلم جيل، ومحتاج نوصل له بطريقتك برسالتك وانا برسالتي، بس في الاخر الدنيا تنور، الاخلاق تنور، الصوره تبقى افضل، الناس تسمع. انا وانت حاطين ايدينا في ايدين بعض، فهو مشروع عمره طويل. ايدي في ايدك. بص يا سيدي، دلوقتي احنا عندنا 10 قيم في البرنامج ده، والعشر قيم دي انا حامل معاك حاجه دلوقتي هنقولهم، بس الاول وركز معايا: الحب، الرحمه، التسامح، الاحساس بالاخر، الانصاف، الطموح، المبادره، البساطه، الاتقان، التعاون. 10 قيم. لو انا بقول لك تعالى نعمل مزاد، رحت مزاد قبل كده ولا عمرك ما رحت مزاد؟ زمان قوي. زمان قوي. معاك فلوس؟ يعني معايا جزء. طلع اللي في جيبك. وانا طلع اللي في جيبي. انا معايا جوميه، انت معاك كام؟ يا شباب. معايا 200. طيب بص، تخيل ان احنا داخلين مزاد ومحطوط قدامك العشر قيم دي. والقيمه، القيمه قيمتها ال 200 جنيه. خد 200 كمان. تعال نختار قيمتين. أنا اختار أنا وأنت قيمتين. تمام. نقول أكتر قيمتين في العشر قيم دول أعيش بيهم، تختار إيه؟ أنا أختار البساطة. أوه، أول قيمة. أول قيمة جامدة دي، جامدة وجديدة ومحدش يتخيلها، وهي على فكرة غالية عندي قوي، والناس بتقول البساطة إيه علاقتها، بس كويس يعني. طب وبعديها تختار إيه؟ التسامح. أنا أختار أول حاجة أختارها الحب، وتاني حاجة أختارها التسامح. تعال النهاردة بقى، النهاردة التسامح. تمام. انت راجل بتاع موسيقى، الموسيقى والتسامح في علاقه ولا مفيش علاقه؟ في علاقه طبعا. ليه؟ ايه العلاقه؟ العلاقه ممكن تكون شخصيه الاول، لان انا بالنسبه لي لو في اي حاجه مضايقاني مثلا، اول ما بخش الاستوديو وببدا الف او لحن، دي بتخليني اطلع كل الطاقه السلبيه اللي عندي. والحاجه الثانيه هو ان بالنسبه لي الموسيقى هي لغه عالميه اي حد ممكن يفهمها، فاظن دي من الاعمال الفنيه اللي ممكن توصل وتقرب ما بين الناس. الموسيقى بتعمل منطقه مشتركه بالزبط. تعمل كده تهدي النفوس وتعمل بالزبط. منطقه تسامح، فهي لغه مشتركه ما بين الناس كلها.